هنعمل حاجه دي بقى، ما احنا ممثلين بنعمل كل حاجه. اكيد عايزين نتكلم اكتر عن الدور، تكلميها كده عن شخصيتك وايه المختلف والمميز فيها. سماح اسمها سماح، وهي اخت فارس احمد زاهر، وهي مختلفه تماما عن اي حاجه عملتها. بالنسبه للؤلؤ او ناس العرب اللي سايبه ان شاء الله، مختلفه تماما، غشيمه جدا واوفر في حياتها كلها، واثقه في نفسها موت، فهي مختلفه تماما. ربنا ان شاء الله تعجبك. احنا شايفينك لابسين جلابيه فلاحي وحاجات كده، فايه الحكايه؟ هي شويه يعني مش فلاحه، بس اللي هو بسيطه يعني. بنت ولد بسيطه. انت الناس كلها عيطت عليكي في لولو، لسه صلوا عثمان بن علقه دمعت بالفظيع. ان شاء الله ربنا يخليها يا رب، انا ويحفظها، انا بحبها جدا، استاذه كبيره وشاد عثمانيه يعني. كلمينا كده عن ردود فعلك اللي حصلت على لولو، وهل انت مع ان يبقى في جزء تاني ولا لا؟ ردود خضتني الحقيقه، بالنسبه ل حلوة قوي الحمد لله. وبالنسبه لان في جزء تاني يعني، يا ريت طبعا المسلسل نجح جدا ويستاهل جزء تاني، بس انا بقى باي باي. انت خلاص انا خلاص بقى. تمام. عايز اعرف منك كمان الفيلم هنا تمثيل وقت قد ايه، ورايك ان بابا بقى له بطوله مطلقه؟ تمثيل وقت قد ايه دي حاجه مش عارفاها الصراحه، بس بالنسبه لرايي بابا ان بطوله مطلقه صراحه دي حاجه متاخره اصلا، وده كان المفروض يحصل من زمان، ومش عشان بابا والله ولا اي حاجه، بس بجد هو كان يستحق من زمان. ليلى قلبت الدنيا في بيتنا روبوت كمان، تقول ايه عن الدور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله، ببارك لها الف الف مبروك ليها ولهشام وشيماء وعمر، بجد ابدعوا وعملوا شغل عالي جدا واتشاف جدا ما شاء الله، ونجح نجاح رهيب، وكومنت كلها بتضحك، فانا مبسوطه بيها جدا جدا جدا. اكيد. في ابن الامثال كمان بطوله الجديده لبابا في الدراما، هتبقي معاه ولا لا؟ لسه مش عارف، مش عارف احكي له حاجه. بس واضح ان في حاجه، معرفش. السوشيال ميديا انتوا قلبين الدنيا على السوشيال ميديا كده، فعرضينا في جديد هتعملوه على السوشيال ميديا كمان انت وليلى. السوشيال ميديا والله مش عارف، بس يعني في مفاجاه جايه، بس ان شاء الله. طب ايه الجديد ليكي برضه في التمثيل؟ بعمل ناس الاغرب دلوقتي في رمضان ان شاء الله. طب كلميني عن دورك بقى. رغده بنت سعوديه طالعه بنت اخت احمد السقا اللي هي منى فضالي، ودور هي بنت بسيطه قوي برضه وكده، بس دور صعب جدا، ويا رب يعني يا رب يكرمها. الناس بتستقبل رواك ازاي انت وليلى كمان بعد ما كنتوا لسه صغيرين قوي وفجاه بقوا نسات زي القمر؟ الحمد لله ان بابي عمل لنا جو ان احنا نفصل ده، الحمد لله ان هو عمل كده، لان فعلا ده فرق، عشان ما كانوا بيقعدوا يقولوا بقى دور الاطفال، لا لا دلوقتي الموضوع فارق معاهم ومفصلين الحمد لله، فده فرق في الموضوع ده. شكرا جدا يا ملك ونورتينا. ميرسي يا ملك.